التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، وهكذا ينطلق شوطنا الخامس عشر في تعدادي اشواط صباحي هذا اليوم، والخاص بالابكار الصعوب، انطلاقه سليمه وموفقه نتمناها للجميع. نسير الى مقدمه الشوط والى البدايه والى المركز الاول. هنا الشبابيه عبيد بن سلطان بن عبيد الكعبي على المقدمه والمركز الاول، بينما في المركز الثاني هنا الشاهينيه لمحمد بن احمد الغيث المري، بينما في المركز الثالث ارى الوصول في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقه ما شاء الله مع المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا الشاهينيه خليفه بن عبيد بالركاض يتقدم مع المركز الثاني والمركز الثالث، بينما في المركز الرابع ارى الغادمه في هذه اللحظات اللي غادمه الشاهينيه محمد بن احمد الغيث المري. هكذا المراكز الاولى المتقدمه، عوده الى الشبابيه اللي على المقدمه، الشبابيه اللي على الصداره على المركز الاول ما شاء الله وتبارك الله. هذه الشبابيه اللي على الصداره الاولى، عبيد بن سلطان بن عبيد لك عبي، روح يا ابو سلطان روح مع الشبابيه ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني هنا الشاهينيه محمد بن احمد الغيث المري، لكن سلام لاهالي قريتيسه، سلام لاهالي قريتيسه، سلام وسلالة الشباب الشيبة، الله 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 الله، سلالة الشباب تهانينا والناموس على هذا الفوز لعبيد بن سلطان بن عبيد الكعبية، تنحدر من سلالة الشباب الشيبة. المركز الثاني وصلت الشاهينية محمد بن أحمد الغيث المري، المركز الثالث من وصلت مشاهدين الأعزاء واحتلت المركز الثالث الشاهينية خليفة بن عبيد بن ركاض اللي احتل المركز الثالث. هذه هي النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني أثناء 2:24 تهانينا والناموس لمالك الشبابية عبيد بن سلطان بن عبيد الكعبي، تهانينا والناموس للجميع.